من عقب البشارة شن الزمان غارة والحظ عاندهم وانكشفت أخبارة. من عقب البشارة شن الزمان غارة والحظ عاندهم وانكشفت أخبارة. أحسن الله عزاك. البقاء والدوام لله. أحسن الله عزاك. الدوام لله أبوي. مرحبا. جزاكم الله خير. جزاكم الله. طريوني برا. طريوني برا. أحسن الله عزاك. البقاء والدوام لله يا أبو علي. عاد سامح نيتك اليوم الرابع. مقدرين أشغالك يا أبو علي. جزاك الله خير. الله المستعان، هذه أشغال الدنيا. المهم اليوم غداكم علينا. وأنا نروح بيبي لهني. مشكور مشكور وما قصرت. أحسن الله عزاك. دوام الله. دوام الله. لما قلت لي أخوي ناصر كيف توفى المرحوم؟ يا ريال فاجعنا المفاجعة، واقف قدامي مثلك نفس العقال ونفس حطت الغترة ونفس حط العقال كذا يضحك. هي يارس يسولف 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 شوي دبي طاح سيف سيف سيف. وين سيف؟ فنقش الله يرحمه. الله الله يرحمه الله يرحمه. المهم غداكم بيبه السواق. يلا بدعة الله. أقول لك تبغى غدا؟ قطعت عني الدعاء خالي. هي هي يا وعان. شي وعان هاي متروع، شو بتاكل من أكل بعد؟ شو مكسرين؟ شو مسوين أنتو؟ طوف قدامي. شو؟ هو؟ طوف قدامي.
الله ايش بلاك قطعت علي الدعاء. ما عليك اقول لك ايش بلاك الريال واقف؟ ايش بلاك؟ ايه هذا الله يسلمك صار الحين 4 ايام مو في البيت والعزاء خلص 3 ايام خلص العزاء صرت طالعه شي ابغي انا مروح عنك. وين بتصير وتخليني؟ شلون بس بخليك شي انت ياهل؟ انا ريال عندي بيت عندي حرمه عندي بنت اسمها حصه بارك الله فيك برتبط وياك. على طاري حصه خالي الحين ابوي مات الله يرحمه والبيت هذا ايش كبره كبر وهذه خامس مره خالي انا اقول لك زوجني حصه زوجني اياها عاد خلاص انسى 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 اقول لك ليش؟ اسمع عووش شرطها اللي بياخذ بنته لازم يكون عنده راس مال وانت عندك راس وما عندك مال. ثانيا لازم يكون رجل اعمال يعل راسها الويع ان شاء الله. ألعتي راسي ألعتي راسي يا ميسر بالراحة عليا شوية. صافي صافي دابا غادي تستراحي والوجع اللي فيك غادي يمشي والعصبية اللي فيك غادي تمشي وغادي تولي بخير على خير. يا سلام يا سلام على كلامك اللي زي السكر. أحب أنا في كلامك الخير كده كتير وشك كله خير أنا بتفائل بيكي. اقريلي بقى الفنجال. وقريت لك 6 ديال الفناجين كل فنجان تيقول غادي تعيشي ياك حلا سودا واللي جاي الله يستر من اللي جاي والقلب غادي تبغي واحد الراجل ولكن ما غاديش تجاوجي به ما كاينش رطيبات بينك وبينه. حتى شوفي شوفي الكحوليه اللي في الطبسي شوفي هادي كلها كتبين ايامك الكحله اللي جايه في الطريق. ايامك انت اللي كحله ايامك انت اللي زرقاء ايامك انت اللي سودا يا بعيده. اقري لي فنجان 7 ان شاء الله في 7 حيكون في خير ان شاء الله ان شاء الله يكون في خير ان شاء الله. تعرف اني انا احبك يا خالي. تحبني بس وايد مزرت الفنيان باجي بس فوطه وصابون هكثر شو تقول زين انت تحبني وانا احبك. يلا قول تفضل عير طلبتك يا خالي. شوف هاي السوالف ترعيت من هنا طلبتك وطلبتك عذيتني ما بنزوجك ما بنزوجك ما بنزوجك حتى قهوتك ما نشربها. مو بهذا هو الطلب يا خالي. شو عيل في خاطري يا خالي ادخل غرفة ابوي بس خايف تصدق عاد يا خالي في حياة ابوي الله يرحمه كنت بس لما افكر اني ادخل غرفة ابوي يطردني من البيت اسبوع ما اعرف ليش. هذه الغرفة فيها سر خطير وانا في خاطري اكتشفه. زعل شو عاد غرفة ابوي غرفة ابوي شو بتطلع انت الصندوق الاسود؟ يمكن عزة 3 ايام ابوي ساير اليوم الرابع ليش؟ ما ادري شو حايبن في هذا سلطان بخيل ويه يجيب النحس خذاه. انا بشير عنك اسمع شوف هذاك الريال ما ذلنا ذي من 4 ايام اتبعه يمكن يطلب ابوك فلوس ولا شيء. هي فال الله ولا فالك يا خالي. تعشن جزاك الله خير يا خالي. مشكور جزاك الله خير الله يطول في عمرك الريال العدري نعرف المواقف الصعبة وانت وقفت ويانا في هالموقف. انا ريلي تعبرني ما اقدر اوقف وايد العزاء 3 ايام ما باربع ايام. الو يا ماما قلب ماما اسم الله عليك يا حبيبي عامل ايه؟ كلت يا بابا؟ لقيت حاجة تاكلها؟ يا نور عيني معلش يا حبيبي قولي عملت ايه؟ كلمته؟ ليه يا حبيبي بقى هتعصبني كده ليه؟ لا اله الا الله لسه ام ياسر من شويه قالت لي ايامي اللي جايه سودا ما تسودش عيشتي يا حبيبي بقى. ما انت اللي بتعصبني يا ابني. خلاص لازم تكلمه اظهر كل اوراقك واطلب حقك. ماشي حاضر يا حبيبي حاضر. سمالي يا اختي سمالي. يلا مع السلامه اوعى تنسى. مع السلامه.
فعن ابو ما تقدرين تجلين سماعه التلفون وتعزين سلطان؟ والله عاد انت ساد الحيه، وبعدين اللي يعرفه العزه 3 ايام مو باربعة ايام بعد اليوم ساير لهم. كيثر ابوه كل يوم بيموت مره واحده في العمر؟ والله عاد كيفك، هو ولد اختك انت وانت ملزوم فيه، لكن انا لا. بس زي بس بس فكنا من الصدعه هاي، وانت بعد هذا اذيتنا بالتليفون هذا. زين اقول لك ابوي، سلطان ما طلع للورث مني منك ولا كالعاده على الحديده. والله شو بقول لك، ما اعرف على الحديده على يريد، ما ظني. انا شفت واحد في الميلس اظني يطالب ابو سلطان بيزات. وحليلك يا سلطان، هذا الفقر ورا ورا اصلا، هذا ويه يجيب الفقر. ايه ويه يجيب الفقر، طالع على ابوه صديق الله يرحمك، مكان ما يسافر وديني وياه، ساعات مني وساعات مني، من بلاد لين بلاد، بس بخيل. ورفي انت خلي التليفون هذا زيتين هذي، اشفت يا الله من بياكل هذي. حطي 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 بس بس بس. ها سلطان، يا البيت، بمر عليك يا ريال، اذيتني اذيتي طفريتني. بيي اقول لك الحين يا لسه سمع مباراة العين، اذيتني اذيه. بيي ان شاء الله بيي البيت، وبنفتش الحجره بنشوف شو فيها وشو ما فيها. بيي يا ود الحلال، بيي الحين توني انا الحين طالع من البيت جاي انك ايسر. لا حرامي عندي في البيت؟ لا وشاخر بعد، معقولة سرق البيت ونام؟ هذا حرامي خدي يا عيني ذا كذي. خليك بطل يا سلطان، خليك شجاع يا سلطان، شو أسوي شو أسوي؟ هي الياي تسرق بيت سلطان، انت صاحي ولا مجنون؟ هذا انت شو قاعد تسوي في بيتي؟ ما ده بيتنا كمان. هي بيتك انت، شو قصتك يا اخ؟ الله، كلمة اخ طالعة من حلجك مثل العسل. بترمس ولا سير اصقر لك الشرطة؟ لا 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 يا ريال، ويت بقى، اي شرطة يا استهدي بالله يا ريال، انا اخوك سيل اخوك. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخوي سيل بارك الله فيك، انا حيد الناس اللي يعزون 5 دقائق ويروحون، انت زابن عندي هني في البيت 4 ايام. لا لا انت سالفتك طويله، قم 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 قم، تعال كم مره مسيتنا برا، قم خلي بند الليتات، خسرتنا فواتير. انا اخوك ترى. احليلك، الله يشفيك الله يشفيك، تعال تعال تعال. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا هالليل الطويل يا اخي، انت ما تبغي تصدقني ليش؟ من نص ساعه يا سخبرك عن قصتي وقصه امي. يا اخي افهم، انت اخوي وانا اخوك وابونا واحد، مثل ما قالوا اخواننا المصريين نحن اخوات. كيف يعني معقولة بعد العمر هذا كله اكتشف ان عندي اخو على كبر؟ اقطع. تقطع شو؟ اقطع الشك باليقين. اقطع فكنا. ها تعرف على سهيل سيف سعيد. نفس الاسم. والله فيك من ملامح ابوي. صدقت اخوي سهيل. اخوي سلطان، تعال احضنك اشم فيك ريحه الولد. اخويا الله الله يا سهيل، ريحه عطرك حلوه يا سهيل. ابى اجيب لك واحده معايا المره الجايه. لا
واحدة ما تيزي يجيب لي وياك 10 علشان أتذكرك عدل. رجل نتن إن شاء الله. زين سهيل نام عندي اليوم، أنا بروحي والبيت عود علي. لا ما أقدر ما أقدر، أنا ما أقدر أخلي الوالدة بروحها، لازم أروح لها. بكرة حنجيلك أنا والوالدة باشر باشر إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الله يحفظك، دير بالك على عمرك يا أخوي. حبيبي أخوي حبيبي حبيبي. هلا هلا خالي هلا. أنا هذا ما داني. ليش؟ كل يوم ياكل ويصير. منو هذا؟ هذا أخوي سهيل يا خالي. يوم بيصير قل لي. يلا يا أخوي باكر إن شاء الله نشوفك. إن شاء الله إن شاء الله. أنا مطول هنا. أنا نمتم ما دانيهم. أخوي سهيل لا تنسى العطور. يلا. منو هذا صدق؟ اسكت يا خالي. ها؟ هذا طلع أخوي. أخوك من أمك؟ تعال أختي ما يابت كلنك. إلا كل واحد تشوفه تقول أنا أخوي وأخوي هيضربون الصيني ويصيرون. خالي الريال ياب للإثبات أخوي صدق أخوي. إثبات؟ هي متأكد إثبات؟ متأكد. أي بسير؟ بسير وين؟ بسير داخل. أيوة غرفة الوالد يا خالي. غرفة الوالد. جاهز للمداهمة؟ جاهزين وزاهبين. نسير نشوف الأسرار عين. يلا بند الباب بند الباب. تعال نعم تعال. ريحة أبوي يا خالي. هي ريحة أبوي. الله يرحمك يا أبوي. الله يرحمه. الله يرحمك يا أبوي. لا تهوس عليه وايد. إيه مرة واحدة قمنا كذا نحببه وقام يحب صورته طاحت الصورة وانكسرت. أبوي خالي. أقول لك تعرف وين الصورة هذه؟ وين؟ في الكويت كانت حفلة عبد الحليم حافظ الله يرحمه ساروا مثل ندم. وهو يحب حيل الطراب ويحب هذا ويعرف كل شيء بحيث والغترة هذه من ماله أفا هي هذه مالي أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. خالي صبر شيء. لا تغير شيء في غرفة أبوي خالي. لا ما بغير شو أغير فيها ما بغير شيء. ومات وحيله وخذ الغترة وياه لين اليوم ما شفت لا الغترة ولا شفته. خالي شو هالكلام يا خالي؟ ها هذا أبوي أبوي توه متوفي يا خالي الله يرحمك يا أبوي. الله يرحمه. أذكر محاسن موتاكم. ما عنده محاسن لا عنده محاسن ولا عنده شيء. عارفة يا ماما الشعور جميل لما يكون عندك أخ. اسم الله اسم الله. مش ده وقت نومك؟ مو براي مرقد يا سهيل. دي حاجة تفرح؟ اللي يفرح أكتر البيت العود اللي انت حكيت لي عنه. هو عود وايد ولا نص نص؟ ده عود لدرجة اننا لو عشنا فيه ممكن نتوه من بعض. طول ما بتسمع كلام أمك مش هتوه أبداً. بص بقى سيف الله يرحمه ما عندوش عيال غير أنت وسلطان. آه صح صح ما فيش غير إلا أنا وسلطان بس. وده يعني إيه يعني؟ يعني البيت العود بالنص بينك وبينه ده شرع ربنا. برضو يعني إيه؟ يعني سيبني أنا أمخمخ وخطط والصباح رباح. آه. ماما أنت مش هتنامي؟ لا يا حبيب ماما أنا عايزة أيلس وياك شوية. عايزة أقعد أتسولف وأحكي لك. ياه كبرت قوي لسه فاكرة دلوقتي أيام مولدتك كأنه مبارح. اسم الله يوغدي اسم الله كنت نزلة حلوة مكلبزة كده. لبسني اللي ما يستحي. ما تبي تتعشى؟ بابا عامله لك صالونة حبول ونغر. بابا بلاش اكل هنا. بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا. لا مش عنبتنا. بيت العز يا بيتنا على بابك بذبتنا. خالي لقيت شيء؟ هيه وشو لقيت؟ افا لقيت هاي الورقه.
أفا ما أدري شو هذا. ما أدري والله. ها؟ ما أدري. أبوك الله يرحمه ما مخلي شيء، محط لنا في الصندوق. ما خلى شيء. ما في شيء خالص. ما في شيء غير هنا؟ لا لا ما في شيء، ما في شيء، ما في. بتدور ما في شيء. هذا المندوس. شو المندوس؟ المندوس ثاني. أفا بعد فاضي. هذا الحين ما في شيء. لا ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. خالي خالي دور وين أقول لك، أقول لك بس أقول لك لقيتها. أقول لك هذا لا تنسى بيعه. أكيد خالي بين لك جيمة. عفو عليك لقيته. شو هني السامان، هني السامان يا خالي. والله أنك أنت مشابه أبوك بالطول. عفو عليك ما بالذكاء. بس الحين بالذكاء. انزين شقايل بتبطل الصندوق. خالي يا خالي هذه لعباتي. ما بغينا تنبطلنا التجورة يا خالي. بنشوف الحين شو عندنا داخل. لازم بنشوف عقب التعب هذا. ويلي ويلي أنا ريلي عوّل أتري. شو ما شاء الله. شو طالع خالي؟ هذا اسم أبوي؟ إيه إيه والله اسم أبوي. خالي تصدق؟ خالي تعرف شو هذا ولا ما تعرف؟ أشوف قرطاس بس ما أعرف. هذه أراضي تجارية يا خالي. تصدق؟ تصدق إن أنا سير على سيرتي وجيت وياه ما أعرف شو عنده وشو ما عنده. أويلي أويلي عليك يا أبوي. شو؟ الله يرحمك يا أبوي. الله يرحمك. هذه سندات أسهم يا خالي. عطني رقصة يا خالي. أويلي ويلي ملي أنت يا سلطان، مالي انت يا سلطان. اقول لك انت انا مو بعارف متخبلين. هذه كلها سندات خالي. انت قلت تخبلت، انت بتفر الناس بالحصر. هذا كلها بتطرش واحد يقرا عليك. شو داخل بعد هذا؟ اشوف خالي. اشوف خالي. عيش يا خالي. هذه كلها ملايين ملايين يا خالي ملايين. جيت نثر انت ويلي نثر انت. خالي نحن صاحين ولا مو صاحين؟ والله انت ما بصاحي وانا بعد ما بصاحي اكثر عنك. لا خالي لا انا صاحي وبثبت لك اني انا صاحي. ثبت لي. شوف يا خالي هنا. الو الو ولا مو بوياي مديري العزيز. ارجوك ارجوك اقبل استقالتي. من عقب الابشار